محمد فؤاد يطرد حمو بيكا من حفله الأخير بالساحل الشمالي. قام بشجار مع مجموعة من الشباب وتسبب ذلك في إفساد الحفل. تدخل محمد فؤاد ورفض استمرارهم وسط جمهوره. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل خلاف محمد فؤاد وحمو بيكا. في حفل محمد فؤاد الذي أقيم بالساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف، فوجئ محمد فؤاد بشجار كبير بين مجموعة من الشباب، وتردد أن حمو بيكا كان من ضمن المتسببين في الشجار. تواصلت عدد من المواقع مع حمو بيكا، وكشف مدير أعماله السيد سامح أن ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة. أكد مدير أعمال حمو بيكا أن حقيقة الواقعة بدأت عندما نشب شجار بين مجموعة من الشباب على الطاولة المجاورة، لكن طاولة حمو بيكا لم تتدخل في الخلاف من الأساس. وبعد انزعاج الجمهور من الموقف والشجار، اضطر محمد فؤاد لطرد الأشخاص المتسببين في الشجار. أكد مدير أعمال حمو بيكا انزعاج مطرب المهرجانات من الشائعات التي تتردد حوله، وكشف أن سر حضوره الحفل هو حبه وإعجابه بفن محمد فؤاد. خلال أيام الصيف الماضية، حضر حمو بيكا عدداً من الحفلات الفنية الخاصة بكبار النجوم في حفلات الصيف، ومن أبرز الحفلات التي ظهر فيها حفل هيفاء وهبي. وطوال الحفل رحبت هيفاء وهبي بحمو بيكا بشكل خاص، وأهدت أغنية خاصة من أغانيها، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية برفقته. ارتبط اسم حمو بيكا خلال الفترة الماضية بعدد من الحفلات والمشاكل الفنية، وأكد مدير أعماله أن هذه الأخبار تجعله يشعر بالانزعاج، خاصة وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لنجوم الوسط الفني، ويحرص على التواجد برفقتهم في الحفلات. وفي العديد من اللقاءات الفنية، عبر عدد من النجوم عن حبهم لحمو بيكا وتقديرهم للون الذي يقدمه، كان من ضمنهم الفنانة يسرى.